يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في الأسبوع الماضي الجمع بين قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فحبذا حفظكم الله لو أعدتم الجمع بين الآيتين، حيث إنني سمعت أحد النصارى يحتج بتناقض القرآن بهاتين الآيتين، فكيف الجمع؟ لأنه ما يفهم، يحتج لأنه ما يفهم القرآن، واللي ما يفهم القرآن ما لنا حيل فيه، كلام الله لا يتناقض سبحانه وتعالى. والنصراني مغرض، ما هو قصده التعلم أو قصد، إنما قصده الطعن في القرآن، والحمد لله ليس له مدخل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم البدل على الحين النصراني يقول بتناقض القرآن، ولا يقول بتناقضهم هم، انهم يقولون الله واحد وهو ثلاثة، التثليث، عقيدة التثليث، ثلاثة هي الله، الله واحد في ثلاثة، ثلاثة في واحد، ورمى يشوف تناقضهم هم في حق الله جل وعلا. نعم.